الفارق في الدقيقة 35 السالمية، وكرة ملعوبة حمد العنزي بيهيع سعود لحمد، حمد جول، حمد العنزي والرباعية للغاتسية، حمد العنزي والرباعية للغاتسية، خذ على جو المباراة بعد ما نزل في الدقيقة 20 سجل في الدقيقة 36، بعد 16 دقيقة تأغلم شوي شوي لما قلنا ما قدر في البداية، هداف نعم هداف، وحمد العنزي في الدقيقة 36. حمد العنزي شوف مع سعود المجمد بيسلم له كرة حلوة ويسجل الهدف الرابع، الهدف الرابع، رباعية للغاتسية في مرمى السالمية، رباعية للغاتسية في مرمى السالمية في القسم الثالث، وحمد العنزي أيضا يسجل اسمه في هذه المباراة، قبل سجل فراس الخطيب هدفين وصالح الشيخ هدف، والآن حمد العنزي